بسم الله الرحمن الرحيم. ودلوقتي بقدم لكم الكتاب كله عبارة عن صور، بحيث ان اي حد ناقصه اي حاجة يقدر ياخدها. ده الكتاب اللي انا بحل منه، وفاضل لي بس امتحانات المحافظات اللي هو حوالي 4 ورقات، وسيمبل تيست 15 و16 يعني بنتكلم في حوالي 5 أو 6 صفحات من الكتاب كله. ان شاء الله هعملها في الفيديو اللي جاي، وبكده اكون خلصت حكاية كتاب سامبل تيست، قصدي كتاب اويك انف بالكامل للصف الثاني الاعدادي. ان شاء الله انا تحت امركم. واللي جاي بقى هيبقى كتاب المدرسة، هنزله كله محلول بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. برضو انا حلاه تقريبا، انا شغالة بحله تقريبا حاليا كله، وان شاء الله هجيبه لكم محلول بالكامل تقدروا تاخدوه سكرينات، تقدر تاخدوه متصور زي ما انا عامله كده، لان طبعا مش حاضر ان انا اشرحه لكم حته حته. انتوا مش محتاجين شرح، انتوا مش عايزين شرح، انتوا عايزين الحلول على طول. ناس عمليين طبعا حبايبي. وهو ده الكتاب. يا ريت بس لو انت مش مشترك تشترك، ولو مش مشترك تدعي لي كده، واديني اللايك عشان الفيديو ده يروح لكل الطلبه اللي في تانية اعدادي، ولكل الناس اللي مهتمه بالكتاب ومهتمة بالتعليم ومهتمة بالغش في الامتحانات. و بضحك معاكم يعني، ماشي؟ هتقبلوني يعني، دم خفيف كده، تمام؟ اي حاجة انتوا محتاجينها كلموني، انا تحت امركم في كل شيء. بس يا ريت تدوني تعليق وحتى لايك كومنت، اي حاجة دي هتفرق معانا كتير في تصميم اي فيديوز بعد كده واي شغل بعد كده. انا طبعا حلة بالراحة او بخط رفيع، بس انت باشا يعني ركز كده هتلاقي الدنيا ماشية معاك، بالذات في اسئلة الاختياري. هتوحشوني جدا، وان شاء الله الفيديو اللي جاي هيكون ال5 6 صفحات اللي فاضلين في كتابي وكيز انف، عشان كده كنا هنا الكتاب. والفيديو بعد كده على طول هيكون كتاب المدرسة ان شاء الله كله بالكامل محلول، مفهوش تكاية ولا فرفوتاية منسية ان شاء الله بامر الله. هتوحشوني جدا، وحسبكم تكملوا الفيديو للنهاية، وما تنسوش تشتركوا في القناة لو انتم مش مشتركين. طب انت مشترك اديني لايك، طب انت اديتني لايك اديني تعليق. اقول لك على حاجة، انا حتى بفرح بالتعليقات اللي هي بتكون بتعدل على حاجة، لان ده معناه ان هو او هي متابعة الفيديو للنهاية، وده شيء برضو في النهاية بيظبطني انا شخصيا كمس نسرين يعني. حبايبي بتمنى لكم التوفيق كلكم، وطبعا الناس اللي عرفوني محافظتهم في القاهرة والقليوبية حبايبي نور عيني من جوه، والناس برضو اللي في البحيرة عندي، والطلبة بتوعي انا شغالة اوريدي من كتاب ويكز انف. كلكم ربنا يوفقكم جميعا، وربنا يوفقكم في التعليم وفي الحياة، واشوفكم كده من احسن الناس. وحشوني جدا، ونتقابل ان شاء الله في الفيديو اللي جاي عشان نخلص كتاب A Week Is Enough. مع السلامة. There's not much to do when all I can is thinking about you not doing well. Don't know where you are, cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. I will.